عيد الأضحى أتقدم لكل العائلات ببلديات ولاية تمسيلة بأحر التهاني وأخلص التمني، وإن شاء الله تعود علينا هذا العيد بالبركة، وإن شاء الله ربي يبعد علينا هذا الوباء. فنتمنى للجميع وللأمة الإسلامية بأكملها عيد سعيد ومبارك إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتمنى لكل سكان ولاية تمسيلة وكل سكان الجزائر والأمة الإسلامية، وأقول لهم عيد سعيد، كل عام وأنتم بخير. كما أذكر إخواني وكل سكان ولاية تمسيلة والشعب الجزائري بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويمر بها العالم. عيد سعيد لكل سكان ولاية تمسيلة ولكل الشعب الجزائري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أضحى المبارك لسنة 2021، أتقدم باسمي زملائي أعضاء المجلس الشعبي لولاية تمسيلة بأحر التهاني وأجمل التبريكات لكل سكان ولاية تمسيلة وللجزائر عموما ولجميع المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد، يعيده على الجزائر وقد تخلصت من هذا الوباء وقد أقلعت تنمويا واقتصاديا واجتماعيا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم باسمي وباسم جميع عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لولاية تمسيلة بأحر التبريكات لكافة الشعب الجزائري، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والهنا إن شاء الله. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونطلب من ربي سبحانه اليوم إن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء في أقرب وقت ويشفي جميع مرضى المسلمين، ونطلب إن شاء الله ربي الازدهار والرقي الجزائر تاعنا هذا ويحفظها من كل متأمرين عليها إن شاء الله. وبارك الله فيكم، وعقوبة إن شاء الله مناسبة أخرى إن شاء الله. عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بخير. رئيس بلدية يهني شعب بلدية تمسيلة، وكذلك يطلب الشفاء العاجل إلى المرضى، وكذلك يرحموا على الموتى ربي يرحمهم، ونقولوا حافظوا على الطريق السلامة يوم العيد اللي تروحوا لوليداتكم، وشكرا وبارك الله.